السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كيف دايرين مع هذه الاجواء هذه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى تكونوا ملتزمين بالبيوت ديالكم بطبيعه الحال، لانه باش نحميو الافراد الاسره ديالنا والناس اللي عزاز علينا وليداتنا خاصنا نلتزموا البيوت ديالنا. القضيه قاصحه شويه ولكن ضروري خاصنا نلتزموا البيوت ديالنا باش نحافظوا كما قلت لكم على السلامه ديالنا. ويعني هذه الفرصه في الانسان يستغلها ويدير شي حوايجات اللي ما كانش كيديرهم او ما كانش عنده الوقت باش يديرهم. هذه هي الفرصه والمناسبه باش يستغل هذه الوقيته هذه. ما نبقوش نقولوا لا راه حنا ما كنخرجوش، لا راه هذه راه هذه، لا ضروري نلتزموا البيوت ديالنا باش نحافظوا على الصحه ديالنا ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله، وتكون الايام الجايه ان شاء الله زوينه. وكيف ما كتشوفوا انا ولو هاد الاجواء هادي كنحضر الشيوات في البيت ديالي، ضروري من الشيوات لانه ما نقدروش نبقاو بلا ما نديرو شي حاجه. ضروري الانسان هكا ينوض يدير الشيوات اي حاجه، اي حاجه جات على بالو هذه هي الفرصه فين يديرها. كيف ما كتشوفوا معايا انا حضرت هاد الحلوى هادي، جات رائعه ما نقولش لكم عليها، جا المذاق ديالها هائل. وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك باش يوصلكم الجديد دائما. كتشوفوا البنات بالنسبه للطبقه الاولى ديال لاجينواز، عندي هنا نصف كاس من الزيت، نصف كاس من الحليب، نصف كاس سكر سنيده، وعندي واحد خمارة الحلوى ديال، وعندي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الكاكاو اختياري، تقدروا تستعملوه تقدروا تستغناو عليه. وعندي جوج ديال البيضات، وعندي الدقيق حسب الخليط. كيف ما كتشوفوا غادي نحضر لاجينواز ديالي عاديه كيف ما كيعرفوا جميع السيدات. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات، كيف ما كتشوفوا غادي نسقيها بكاس ديال الحليب من بعد ما طابت، غادي نسقيها وغادي ندوز وغادي نحضر الكريمه ديال الطبقه الثانيه واللي هي الكريم فريش، كريمه عاديه غادي نسرحها فوق هاد لاجينواز هذه.
كما كتشوفوا البنات، انا بعد ما سرحت الطبقه الاولى ديال الكريمه غادي ندوز وغادي نحضر هنايا عندي الفراوله، الفاكهه ديال الفراوله. تقدروا نتوما تستعملوا اي فاكهه كتفضلوها، تقدروا تستعملوها. انا استعملت هنا هاد الفاكهه ديال الفراوله، اختياريه، تقدروا ديروها تقدروا تستغناو عليها. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، سمحوا لي كنعتذر منكم ما تسجلش لي المقطع ديال الكريمه الثالثه. خديت هنا جوج كؤوس ديال الحليب وضفت عليهم واحد فلون ديال الفراوله، تقدروا تستعملوا اي فلون بغيتوا، وواحد معلقه ديال النشا وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده. كيف ما كتشوفوا سرحتهم فوق هذيك الكريمه، بطبيعه الحال تكون بارده الكريمه، الكريمه الاولى ديال الكريم فريش تكون بارده مزيان، وعاد كنسرحوا فوق هاد الكريمه هذه. ومن بعد زينتها بالشوكولاط كيف ما كتشوفوا، تقدروا نتوما تزينوها باش ما بغيتوا، انا زينتها هكا بالشوكولاط هكا عشوائي، تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتوا. المهم هو اننا نبدلوا الجو وما نبقاوش نفكروا بزاف، ما نبقاوش غير جالسين. الواحد هو ينوض يدير شي حاجه ويفرح وليداته ويبدل الجو ديال الاسره وصافي، هذا الشيء اللي كاين. وما تقنطوش ان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم هو اننا في هذه الفتره هذه نلتزموا البيوت ديالنا وما نخرجوش، ان شاء الله ما يكون غير الخير، باش ما نزيدوش نأزموا الوضع اكثر ما هو مأزم. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا على خير وبخير كاملين ونرجعوا كيف ما كنا ان شاء الله. السلام عليكم، نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله عما قريب، وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك باش يوصلكم الجديد دائما.